أنا أعتقد أنه يأتي في إطار الحراك الذي يعني يمثل مصالح البلدين لتفعيل التعاون الثنائي بين السلطنة والمملكة في مختلف المجالات، كما هو ظاهر في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حول التعاون في مجالات وزارات التنمية ووزارة أيضا وزارة التعليم العالي، وأيضا التعاون والتنسيق في الجانب السياسي في وزارات الخارجية. هناك أنا في نظري المزيد من التعاون الذي يمكن أن يدعم هذه العلاقات، وهو الجانب أيضا الاقتصادي والاستثماري. وأنا أرى أن العلاقات بين البلدين في مسارات الجانب الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين مسقط والرباط، وهذا يعني نتيجة أن اللجنة توقفت ما يقارب من 8 سنوات عن هذه اللقاءات الدورية المشتركة، وهذا يعني يمثل نقطة توقف في مثل هذه العلاقات الأخوية المتقاربة جدا بين البلدين. وكنا نتمنى أن تكون هناك اجتماعات سنوية تستطيع أن تدعم وتقيم وأيضا تساند جهود الوزارات في البلدين لأيضا التعاون في مختلف المجالات. المعلوم أيضا أن هناك تعاون قديم بين أيضا السلطنة وبين المملكة في الجانب أيضا الجانب التراثي والثقافي، وهناك عدد من الخبراء المغاربة في ترميم أيضا الحصون والقلاع العمانية التاريخية، ومؤخرا هناك أيضا استعانة المملكة المغربية بفريق من السلطنة من الخبراء في مجال إحياء الأفلاق والسواقي المائية في المملكة المغربية الشقيقة. حقيقة عندما نجد هذا التبادل بين الجانبين نفرح كثيرا، لأن ما يربط المغرب وعمان قواسم أو الكثير من القواسم المشتركة، لعل أبرزها في الجانب الاجتماعي. هناك صلات عائلية قوية بين عمان والمغرب، وهناك تواصل أيضا بين الكثير من يعني من المواطنين في المملكة وفي السلطنة، ويربطهم الكثير من يعني القواسم التي هي يعني أساس هذا التعاون وركيزته. في الجانب الحكومي نحتاج إلى المزيد من هذه اللقاءات والمزيد من هذا التواصل. نحتاج إلى فتح آفاق جديدة في جوانب سواء التعليم العالي كما حدث في رفع مستوى البعثات التي تمنحها البلدين. نحتاج إلى أيضا في الجانب مثل ما ذكرت الاقتصادي والاستثماري، وفي الجانب السياحي، وفي الجانب أيضا يعني أيضا الأمني، ولابد أن يكون هناك المزيد من مسارات التبادل أو التبادلية في هذه المصالح.